الوزير الركال: قل للخليفة يا ابن عم محمد أشكل وزيرك إنه ركال، قد أحجم المتظلمون مخافة منه وقالوا ما نروم محال، ما دام مطلقة علينا رجله أو دام للنزق الجهول لمقال، قد نال من أعراضنا بلسانه ولرجله بين الصدور مجال، امنعه من ركل الرجال وإن ترد مالا فعند وزيرك الأموال. شكرا على حسن الإصغاء، ودمتم في رعاية الله.